احنا كل شيء انا البارحة شفته تقريبا ل 11:57 دقيقة معنا تم انهاء معنا والموافقة على المشاركة الافريقية. اليوم نصبح الصباح 8 اصباح في جلسة عامة عادية معنا وسيتم فيها ايضا انتخاب اللجنة المستقلة الانتخابات. الناس كل كانت تسمع توا معنا في التقرير المالي وفي معنا المراقب المحاسبات اللي هو طرف مستقل تماما يأكد التحسن الكبير جدا في معنا التقرير المالي واللي معنا تقريبا في الموازنة المالية عندنا الشيفر نقص على الاخر ما عادش عندنا معنا الفائض اصبح تقريبا هو نفسه بالمداخيل والمصاريف رغم انه في المصاريف الناس كل تعرف اللي قاعدين نخلصوا في ريليكا كبيره برشا الى حدود البارح معنا في مصاريف كبيره ماهيش تابعه الموازنات والسنوات السنتين الاخيرتين بل تابعه تقريبا من سنه 2014 الى 2020 21. ورغم ذلك صرنا الموازنه الماليه تقريبا معناها فيها كان العام الجاي نوصل في الطريقه هذه نجم يكون عندنا موازنه ماليه معناها فيها حتى ارباح كان نوصل في نفس الريتم هذا تاع الحوكمه اللي انا نعتبرها اهم شرط واكدت المره هذه بالهيئه هذه انه مش لازم تكون عندك برشا فلوس لازم تكون عندك القدره على الحوكمه. ولهنا نرجع لك الشروط اللي اعتبرتها برشا من الناس شروط اقصائيه واللي انا اعتبرتها شروط حمائيه وفعلا حمدت النادي على الاقل في موازنته الماليه وفي الحوكمه وفي التسيير وهنا راجعين بحول الله في المشاركه الافريقيه ورفعنا المنع رغم معناها ما عندناش الارقام الكبيره اللي كنا يحكوا لها في سنه 2014 و15 و16 الى غير ذلك. استاذ خليني نقول البروسيس هذا للتصحيح انا نعتبر بدايه قبل جلسه 21 فيفري بدايه معناها في ثوره على الهيئه اللي ما كانتش معناها اللي كانت تعاني من العكس هذا بالضبط اللي ما كانتش مع حوكمه ما كانتش مع هيئه مدير ما كانتش مع تقارير ماليه وانتهت بحدث قبل بشهر من ذلك وهو نسميه انا حدث 9 جان في 2021 اللي كانت معناها فيه ثوره حقيقيه ثم ب 4 فيفري 5 فيفري انقلاب حقيقي لكن انقلاب من اجل اعاده الحوكمه والشرعيه وتوا بعد عامين ونص فقط شوف انا كي راك نمشوا وتكون القلوب صافيه تكون فما حوكمه حقيقيه بدينا نشوفوا في خروج من النفق مازلنا ما انتهيناش يلزمنا على الاقل عام اخر في المواصله نتاع التسيير اللي فيه معناها فريمون حوكمه كبيره باش ان شاء الله العام الجاي كان نوصلوا بالطريقه هذه العام الجاي بحول الله راهو ستكون انتهت الديون هذه كل وننطلقوا ان شاء الله في معناها تسيير عادي بدينا تو معناها البناء الحقيقي ولو اني ما نحبش كلمه البناء والتعمير اما بدينا في البناء على الاقل فريق رياضي ان شاء الله السنه تكون عندنا البناء الرياضي بعد ما كملنا البناء الاداري والبناء المالي ان شاء الله السنه يكون نبدو في اعداد معناها التسيير الرياضي يتحسن ويتحسن جدا.